ريسينج يا سيدات والسادة، أيها الحفل الكريم، الشوط الثالث من هذه الأمسية للخيل العربية الأصيلة المبتدئة والفازة بسباق عمر 3 سنوات فقط، الفار بين التوسعة الجديدة مسافة 1400 متر، انطلاقة مع مربط زاخر مع الجواد رقم 6 سردار، لمربط زاخر محمد سلامة عاشور متعب الصعاق على المركز الأول، محاد تقدم للجواد رقم 1، أيضا الجواد إيدياس حزام لمحمد بن حمد بن خليفة العطية وجي بي جيمبير على المركز الثاني، ثالثا محاولة من الخارج مع مندوب لسيد منصوب نفس الشهواني ومندوب بركة شكادي على رابع المراكز من الخارج، محاولة تقدم أيضا من قبل الجواد رقم 3 إيدياس مداوي لمربط الجديان واشتيبان مازور مع محمد بن حمد العطية الآن على رابع المراكز، أيضا محاولة تقدم من قبل جودر 9 سيرايا ديبيني ومربط الجريان وألبرتو سانا على المركز الثاني الآن، الصدارة اللي زالت مع الجودر 5 الجودر روعة زاخر لمربط زاخر وماركو كازامينتو الآن على المركز الأول مع محمد سلامة عاشور، محاولة الشقب ريسينج مع الجودر 7 الجودر 5 للشقب ريسينج فالح بغنيم على المركز الثاني، لكن الصدارة والمركز الأول مع مربط زاخر على المركز الأول مع الجودر 5 روعة زاخر، مربط زاخر مع محمد سلامة عاشور، محاولة تقدم للجودر 2 إيدياس جمران لمربط الجريان من الخارج فعلا أيضا الجودر رقم 3 إيدياس مداوي مربط الجيران، لكن الصدارة مع الجودة 2 إيدياس جمران على المركز الأول، لكن المركز الأول مع الجودة 9 سيرايا ديبيني مربط الجيران مع الجواد رقم 9 سيرايا ديبيني مع محمد. And the official results for the third race of the evening, the Pure Arabian Novice Plate, the winner horse number 3 AGS Madawi, owned by the Algerian stud trainer Mohamed Hamad Khalifa Latia, ridden by Stefan Mazur. Second, AGS Jamran, owned by the Algerian stud, trainer Mohamed Hamad Khalifa Latia, ridden by Sofian Sadi. Third, horse number 5, Roa Zahir, owned by the Zahir stud, trainer Mohamed Salama, ridden by Marco Casamento. Fourth, horse number 9, Saraya Dapin, owned by the Algerian stud, trainer Mohamed Hamad Khalifa Latia, ridden by Alberto Sana. And in fifth place, horse number 8, Lebohim, owned by the Al Shegab Racing, trainer Eric Lamartinel, ridden by Jefferson Smith. الشوط الثالث للخيل العربية الأصيلة حل في المركز الأول رقم 3 اي جي اس مداوي المالك السادة مربط الجريان المدرب محمد حمد خليفة العطية الخيال شتيبان مازور الفبروك، المركز الثاني رقم 2 اي جي اس جمران المالك السادة مربط الجريان المدرب محمد حمد خليفة العطية والخيال سفيان سعدي، المركز الثالث رقم 5 روعة زاخر المالك السادة مربط زاخر المدرب محمد سلامة عاشور والخيال ماركو كازامينتو، المركز الرابع رقم 9 سيريا دي بينيا المالك السادة مربط الجريان المدرب محمد حمد خليفة العطية والخيال ألبرتو سنا، المركز الخامس رقم 8 لابيم المالك السادة الشقب ريسينج المدرب إريك مارتينيل والخيال جيفرسون سميث، ألف مبروك المراكز المتقدمة الأولى في ثالث أشواط أمسية اليوم وحظ أوفر للذين شاركوا ولم يحالفهم الحظ.